بسم الله الرحمن الرحيم. سودو هذا صاحب يال سودو هذا صاحب يال كسودو هذا شركة نتحناها إن كيوري من شرني براشة دائل مغبيرها ديبارتمنتيسا سويل ساينس كان بو براشة دائل مغايتا يعرضا هيقايق صاحب يال شركة شركة كوهرية يعني باع شردي كوهرية شركة وأنا أقول لك أن Chapter 1 صلى الله عليه وسلم بدك سوى تيمبا ما أنت وحنا بلا في دورنا Chapter 2 Soil Physical Property إن Chapter كان وحنا وش رح يدورنا عيوان كها Soil Physical Property غلينا إلى اللي دي مسمى تديدة أنت هنا جوز كلنا بلا بين الحين دورنا يصير عدد نوع هيبة يدك كويس ونكل إلى وما يسهل أنا الحبيب كين محمد هاي قرص اللسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هيك هيك. أنا قلت لك أنا صاحبها. Soil Chapter 2 Soil Physical Property 2.0 Introduction of Soil Physical Properties. Introduction of Soil Physical Properties. وهردع عن مرك chapter بهردع يسا إن سليه تونا شالات على chapter كان معني سدنا دين شوي وكشك هنا يو وحكي شكلني وقت صادر كان سوي الفيزيكال بروبرتي سوي الفيزيكال بروبرتي يوم حاسي هيك هيك انقل الدين شيء صح انقل الدين فاسينا يا سوي الفيزيكال بروبرتي سو فرت واقضبا واقضبا ان صار كده ان شاء الله تعالى صمالهنا تن سو طيب وحيكون قنا سا وامرك استامها يدو فيزيكال هاني مقال هنا الى هاي صحت كرتين واها كان قد قلنا soil properties are largely determined by this parent material soil properties are largely determined by this parent material and weathering during this formation soil properties are largely determined by this parent material and weathering during this formation. Plant growth is influenced by the physical, chemical, and biological properties of the soil. صاحب يا الأضواء soil properties كان باستانت عيدة باستانت عيدة وحقو عامية it is barren material barren material كده soil kan ugu niri lakabiyo leeday lakabiyo ay soil ku leeday kowda marka lakabkii bare material ka ayaa go'aamiya in astama ay soil ku leeday ciidu lahaan karto and weathering during this formation waana ta marka maareynaysa marka ciidu samaysmo plant growth كريمها دركا كريمها دركنا إن واحد فلو مسكرايا واحد سامايا عيدو إن مرها عيد واحد سامايسا كريمه درتا واحد سامايسا واحد كسامايسا فيزيكال هان كيميكال هان يبا يلا تشكل هان با عيدو واحد سامايسا كريم كدرتا Understanding soil properties is essential for nutrient planning and land use decisions. Understanding Soil properties is essential for nutrient planning and land use decisions. The soil physical properties are. The soil physical properties are. What? Number one, texture. Number two, structure. Number three, density. Number four, porosity. Number five, temperature. Number six, color. Number seven, moisture. To the bottom of the soil physical properties. 2.1 Importance of soil properties. فإذا يوم مهمة أي لا هاي
إن لا برتو أستعمال يهيتو لهذي. The first important of soil is physical structure of the soil. أستعمت أمبط إيوا فايدة بمهمة أوه ريسا إلو برنا يعيد وحوية و physical structure of the soil إن لا برتو أستعمت عيد لو برنا وحوية إن لا برتو إن physical هان عيد الصوية ويكتاي structure نوع ما يلاه دينا قابل سيدايه يسمى سنتي. It is good to have pores in it that allow water to able to transport away from soil surface. عيد وحي لها دي pores يو تلتلال يو هوليس كواس ومركا لو قرأيه ونو قرأ ذا إني بيوه مركا ين بيوه مركا عيدو transport قرأيسو. أوكا فايدة لباد it is good to be able to hold on to water for plant is to be able to use that water. فايدة لباد بحوية إن مركا عيدو أي أود ولا عن كرتو إن مركا بيه أي حجسو سي درتو وقف فايدة ستان. فايدة ستحل بحوية structure is important for allowing air to move in and out of soil. قاب سميس مو وناكسنا عيدي وي وناكسن تي او فايدة يو تي ان عيدو سي استقاب له او وناكسن او سميسن تانا فورميشن كيو دون اوضانا وحي وناكسن تي ان وي وناكسن تي صوتو وحي لو قرينا سا ان مركا وحي لو قرينا سا مركا ان هودي سيارو نظيفة وغصو بحضو ونقشو عيدي. The amount of water حد جبيد air هو and nutrients ينفقا available for plant growth امركا لو هلو امركا لو هليو سي مركا كوريما درتو كو اي كوريما لو هليو سي كوريما درتا is affected by وحا سامعيا physical properties and turf grass management particles ان وحا سامعيا مركا physical properties ان استامها مركا physical هان استامها مقالة دي عيدو لادي and grass management particles iyo marka grass management tigi particles iyo xaqabadada la sameeyo si marka cawskii loo maareeyo iyo dalagyadii kale aan water ka hayo soo baxay that including kuwa waxa kamida marka kuwa sameeyo waxa kamida korriimaha dhirta iyo biyaha iyo nafaqada iyo hawada ay dhirtu helayaan si ay u koraan kuwa sameeyo waxa kamida waxa kamida horta waa number 1 waxa sameeyaan physical properties ki iyo grass management particleski sida watering, beating, mowing, cutting, dhirjaridi, and aeration, iyo hawo maridi, and how much field is used, iyo inta field ee la isticmaalo. Hagaag 2.2 definition of soil texture. Qeexida la qeexayo soil texture-ka. Texture horta maxaa tahay? Texture indicates texture ku wuxuu tusinayaa calaamad iyo astaan uu noqonayaa the relative content of particles of various sizes in context-ka ama muxtawaha relative-ka ee marka walxaha ee marka sizeskooga sida such as sand, silt and clay in the soil sida marka ciidda loo yaqaan sandka, silt-ga iyo clay-da. Texture influences texture wuxuu markaa saameeyaa the ease with which soil can be worked in habka marka ciidda loo isticmaalo the amount of water and air it holds in xaddiga marka biyeed iyo hawo ee marka ciiddu xajin karto and the rate which water can enter move through iyo marka iyo marka it all this and the rate which water can enter and move through soil sorry tandal ni rahnu chi in yu haddiga marka biyed xaddiga marka wuxuu kala marka texture influence kareeyaa saameeya xaddiga biyeed
مركها جلي كرا حد جبيدة جلي كرا مركها كنا دح سعون كرا كنا دح شاح كرا عيدة soil texture soil texture هو the proportion of different size in particles in the soil described as sand silt and soil ومركها proportion كا يستعمل in samiga marka different sized particles in the soil walaha marka kala duwan ee ciidda dhexdiisa ku dhex jira sida describe sida lagu qaxo walaha soo lagu qaxo sand silt and clay hagaag aynu sii socono soil texture soil texture sorry soil texture وكان soil texture is a measurement of the mineral parts of the soil ومركا عبر لغو عبر ايو ان عيدة مركا قيبتي ذا معدنت ادو a measurement of the mineral parts of the soil وعبرات لعبر ايو مركا mineral parts قيبها معدنه عيدة كل حجرة Soil texture is the composition of size of grains, granules or particles constituted of minerals. Soil texture ku waxa weeye waa isku dhafka amba wadarta marka xajmi ee marka macdan isku tagay leeyin pressure-dooda. Okay. There are three types of soil particles. Soil particles saddex type ayaa loo qaybiyaa ayuu ku leeyahay number 1 waa sand sand ay maxaa tahay noocida sand ee tala yadaa waa tabataxa sand is the biggest soil particles in biggest soil particles ayaa lagu qeexi karaa sand sandy soils because of the large size of their particles do not hold water well and have low nutrient value the size of sand particles is 2.05 mm sand adan ku yar sand soil ciiddeeda bataxa aan basar loo yaqaan wuxuu ku leeyahay wax lagu qeexa the biggest soil particles ayaa lagu qeexa buu ku leeyahay in the biggest soil particles ayaa lagu qeexa waa ku soil particle ka ku ugu weyn wey soil particle waa saddex xuno waa sand silt iyo clay macnaha labada kale way ka weyntay ee lagu leeyahay waa saddexda ta ugu weyn wey ciidan sand soil ku eega ugu waaweyn labada kale ka waaweyn sababtoo ah large size of their particles in qurbaha yar ee marka ciidda iska koobantay waa mid marka large size hoos size ahaan iyo dhumucaan iyo xajmi ahaan ba weyn in sababta weyna faa'iido darro weyn weeyo sababta weyd baan marka biyaha in si wanaagsan u hayn karin oo ma xijin karto biyaha in waxa kale leeday have low nutrient value waxa kale leeday marka in value qiimaha marka nutrientiga ku jiraana waa mid low ah the size of sand particle size ka iyo xajmiga sand particle ku ciidda bataxu waxa weeye 2 ilaa 0.05 millimeter عيدة بصاح وتا صاحب يا الوضع ركتان عيدة وحلقة هلا حيلة قبلتا اكتيدا سان فلايو بس سلسة على هلا هذو عيد يا عيدة سان ريد ونوع هذا ركتان سوينا اكسن وقبوكتا صاحب يا soil particles وصدح بيو قفت من بانو لندن كويوري و sand silt يكلي هيقاك sand ريد ومركبة توين إن إلهي الذي ما سمعت دي 0.1 حجم يد وحول حياة عيدا سانها قرب خير بحج حجم يد وحول حياة 0.5 إلى أيو سوري وحول حياة 2 إلى 0.05 مليمتر هيك مرة 10 كيلو ما تحقق سنو قولي صاحب يال سود وادا مركواد مرة وادا مرصد حادبة إن شاء الله تعالى كل تنبيه وحيث أبدا والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.